أيها السادة المشاهدون مشاهدي برنامج قضية للحوار، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة والتي نصطحبكم فيها في حلقة تتحدث حول الأزمة المالية. تحدثنا عنها في حلقة سابقة، وكما قلنا في الحلقة السابقة أن احنا نتحدث عن هذه الأزمة في حلقات متتالية أو في سلسلة حلقات، سواء 3 4 5 حلقة، لابد نتحدث عن هذه الأزمة ونشوف كيفية الخروج من الأزمة. نتحدث عنها مع أصحاب الاختصاص، مع الناس اللي عندهم خبرة في المجال ده، عندهم خبرة في مجال الاقتصاد، عندهم خبرة في مجال المالية، والناس الذين درسوا الأزمات اللي حصلت في العالم كلها وعارفين الأسباب اللي حصلت فيها الأزمات، كيف حصلت وكيف استطاعت الدول أن تخرج من تلك الأزمات. الدول الكبرى كما تحدثنا في الحلقة السابقة، كون في دول كبرى أيضا مرت بأزمات مثل دي، ومن أكثر الدول اللي مرت بها دولة أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية مرت بأزمة اقتصادية كبيرة جدا عام 1929 وإلى عام 1933-34 خرجت من الأزمة دي. أيضا تتالت بعد ذلك كثير من الدول، حتى دولة اليابان كان أيضا من الدول التي كان ضربتها الأزمة، حتى في بعض البنوك تخلت عن الموظفين. دولة اليونان في أوروبا، دولة اليونان أيضا تأثرت بالأزمة. أمريكا عام 2008 تأثرت بالأزمة، وفي دول كثيرة جدا تأثروا بالأزمة، لكن الدول عندها خطط، عندها استراتيجيات لما تتعرض لحادثة زي دي كيف تخرج منها. الدول بتأخذ حسبانها من الأزمات دي وبتضع استراتيجيات لمدى بعيد. لكن أن احنا الأزمة جادنا، وفي بعض الناس قالوا الأزمة جادنا لكن جادنا لقدنا نايمين، وكما قال الدكتور أحمد جدة كونه مثل الإنسان اللي نايم وقم لقي النار شبت في بيته، فبيحاول بطفيها بكل حاجة، حتى ولو عنده قزاز علمي بحاول بصبعها. فأن احنا ده الأزمة اللي حصلنا فيها، لكن كيف نخرج من الأزمة دي؟ كيف الحلول؟ الأسباب اللي أدت إلى الأزمة دي كيف نتفاداها؟ فدل نكمل الحلقة وكما بدأناها في السابق. دعوني أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، وهما الدكتور ناصر النائي آدم، محاضر بجامعة أنجمين. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك. كما نرحب بالضيف الثاني في هذه الحلقة، وهو سعادة الدكتور أحمد جدة، محاضر بجامعة الملك فيصل. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم. دكتور، لو بدأنا الحديث معك، طبعا أن احنا في الحلقة الماضية تحدثنا في الأزمة، كيف بدأت الأزمة وكيف ما هي الأسباب، لكن لم ننتهي من الأسباب الرئيسية وراء الأزمة. لو واصلنا الحلقة مثلا تحدثنا أن الأسباب اللي شايفها أسباب رئيسية أدت إلى هذه الأزمة، وهذه الأسباب الرئيسية اللي أدت إلى هذه الأزمة يجب تفاديها في المستقبل، فممكن تذكر لنا من تلك الأسباب مثلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأخ المقدم البرنامج، وأشكر البروفيسور ناصر النائي عشان شاركنا في هذه الحلقة وإثراءها بآرائي. قبل أن أرد على السؤال الذي طرحته، أريد أن نقل شيء. طبعا المقارنة بين تشاد وبين أمريكا واليونان واليابان، طبعا مقارنة شوية فيها فوارق كبير، يعني يجب أن نقارن تشاد بمن يعني مثلها أو قدرها من دول، ومن ثم الدول النامية ومثل دول أفريقيا المركزية أو دول أفريقيا بصفة عامة والدول النامية. لأن هذه الدول زي أمريكا واليونان واليابان، دول طبعا لها أسس اقتصادية مبنية منذ عقود، يعني منذ قرنين أو 3 قرون، فما ممكن يعني يكون لهم نفس المسار. بالنسبة لتشاد طبعا هي دولة خرجت تقريبا كل الدول التي خرجت من الاستعمار في الستينيات، كلها دول خرجت تقريبا يعني من الاستعمار دون أن يكون عندها الكوادر الكافية عشان تكون لها البنية الاقتصادية. كانت كل اقتصادها مبني على ما تخلفه الاستعمار من إدارة أو من نظام اقتصادي أو نظام مالي. وبعد ذلك وضع تشاد يختلف عن بعض الدول المركزية. تشاد بعد الاستقلال مباشرة دخلت في دوامة الحروب الأهلية، وده ذكر من الأشياء المسببات التي جعلت تشاد لم يكن لها الوقت الكافي أو الاستعداد الكافي لوضع نظام اقتصادي ملائم لوضعها ولحقيقتها أو لواقعها.
أما بالنسبة للأزمة التي نحن بصددها، أنا طبعا أقول أنها أزمة اقتصادية وليست أزمة مالية، لأن ما زلنا في حلقة أساسية أنه الأزمة المالية تأتي بعد أن يكون الاقتصاد مترتب، يكون ثابت له أسس، بعد ذلك يكون انفتاح للسوق العالمية. الأزمة المالية هي ارتباط بالأسواق المالية الدول العالمية والبورصات، ونحن طبعا بعيد عن هذا. أما الأزمة الاقتصادية ذكرنا من ضمن الأسباب أن ما في سياسة موضوعة مسبقا لوضع أسس البنية التحتية الاقتصادية السليمة. ذكرنا أيضا عدم يعني اختيار المجالات الاقتصادية التي تجعل منشآت دولة عندها صدارة نظرا لما تتوفر لديها من موارد، قلنا القطاع الزراعي والقطاع الرعوي وقطاع الصيد الأسماك، وكذلك القطاعات الأخرى طبعا هي تتماشى مع هذا بين الثلاث قطاعات. الأسباب التالية أن احنا يعني دائما نسرع في معالجة آثار الأزمة ولم نتطرق لجذور الأزمة. المفترض فدل حاصل انه نحن بعد هذه سياسه يعني يقول انا الاطفاء، انا بسميها سياسه اطفاء المطافي، بان انت لما يشوب حريق تجري عشان تطفي الحريق، لكن صحيح. ما تفتش اسباب الحريق شنو عشان ثاني الحريق ما يشوب. وذكرنا ايضا انه من ضمن الاسباب الاساسيه لهذه الازمه ان نحن طبعا اصحاب الاختصاص في مجال الاقتصاد ومجال الماليه لم يعني يأخذوا باعتبار في البحث عن حل من ضمن الحكومة. الحكومة زي ما قلنا مع حسن نيتها مع ذلك قامت بمحاولة الحلول السريعة، ولكن يجب يعني الاستعانة بالأساتذة والبروفيسورات في الجامعات التشادية والخبراء الاقتصاديين سواء في المنظمات أو اللجوء للمكاتب الأجنبية المتخصصة في هذا المجال، ومن ثم يعني البحث عن حلول وتقديم حلول قصيرة المدى لما نعيشه، متوسطة المدى لمعالجة السنوات الأربع والخمسة المقبلة، وبعيدة المدى لوضع اقتصاد مبني على أسس سليمة تساعدنا في مواجهة هذه الأزمات. وأنا قلنا أمس أن الأزمات دي ما حتتوقف، أن كل الدول ده مصير الإنسان في الكوكب الأرضي أنه دائما يعيش بأزمات، لولا الأزمات لولا دفع الله الناس بعضهم الأرض. دي أزمات طبعا حتيجي هتتكرر، يعني امريكا ما نخلص من الازمات ولا افريقيا تخلص من الازمات، لان في دورات بتجي وفي احداث جديده وفي عولمه جديده في امور كثيره، لكن يجب ان توضع في بعض الاجراءات قبلها، يجب ان تحسب يعني قراءه يعني استقراء بما يحدث في السنوات المقبله. وده ان ناقصنا، وده يجب البدء من هذا. وكلمنا من دول الاسباب الاساسيه ان نحن التعليم الاساس، وطبعا هو اساس بناء المجتمع، الموارد البشرية، إنه إن أزمتنا أزمة موارد بشرية. عندنا موارد بشرية إما غير كفؤة، عندها غير كفؤ، ما عندها كفاءة لازمة، إما عندها كفاءة ولكن ما عندها الضمير الكافي صحيح. عشان يقدر يقوم بعمل. لذلك استشرت الأمراض المعروفة عندنا، الرشوة والاختلاسات إلى آخره. تمام. فالموارد البشرية هي من ضمن الأسباب. طيب إذا هذا حاليا نريد أن نتطرق لي سبيل الخروج من الأزمة، فعلا زي ما قلنا من أول لازم تبدأ من أول، يعني طبعا تعالج الأمور الوقتية، ولكن في نفس الوقت تبحث عن أسباب. نعم. تضع خطة اقتصادية، بمعنى أنك تكون عندك صادق مع نفسك، أنت ما ممكن يعني تكذب على نفسك تقول لا أنا بخير وأنت المرض مستشري فيك. ده ودي الشجاعة دي لازم منها، أنه نقبل أن إحنا في أزمة، في مشكلة، في مشكلة في التركيبة الاجتماعية، في مشكلة في العقلية، في مشكلة في النظام الإداري، في مشكلة في الشفافية، وفي مشكلة في الضمير، وفي مشكلة في التكوين المهني. كل دي يجب أن نقبلها ويجب أن نعالجها، وما تقول لي ما معروفة، بعض الأشياء معروفة ولكن غض الطرف عنها، لأن ربما في حساسيات، لأن ممكن يعني بتلمس بعض الشخصيات ولا بعض بعرف اللوبيات إلى آخره. فطالما نحن نسعى فقط لإرضاء اللوبيات أو الشخصيات فإننا نخرج من الأزمة. أجيب والله دكتور، مرحبا في حلقة ثانية أيضا، وما زلنا نواصل تلك الحلقة الماضية. بالنسبة للأسباب طبعا الأسباب على حد ما تكشفت لنا بعض الأسباب الرئيسية لتلك الأزمة، وحضرتك بالأمس كان ذكرت ودكتور أيضا ذكر كونه الزراعة كانت من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ
الاقتصاد الذي ترتكز عليه تشاد زمان، او كانت تشاد تعتمد على الثروه الحيوانيه وعلى الزراعه، لكن في بعض الناس قال لك الزراعه ما هي بالحجم الذي تعتمد عليه دوله تشاد كان زمان في الاقتصاد. دوله تشاد ما كانت تصدر الارز الى الخارج، دوله تشاد ما كانت تصدر القمح الى الخارج، حتى نقول كون الزراعه كانت ايضا من العماد الرئيسي لاقتصاد تشاد في السابق. بداية أرحب بك مرة ثانية وأشكرك لاستضافتي للمرة الثانية. نعم. كما تقدم بالشكر للدكتور أحمد جدا لمشاركتنا الحلقة. حقيقة كلامك جيد، ولكن ليس في محله حقيقة، لأن المجتمع تشاد هو مجتمع زراعي بالدرجة الأولى، والمجتمع الزراعي بالدرجة الأولى مجتمع ريفي يعتمد على نفسه، وبالتالي عند اتجاهنا لموارد أخرى أهملنا الجانب الزراعي والرعوي. ومن الذي قال ان تشاد لم تكن تصدر؟ تشاد كانت تصدر قطن بكميات كبيره ووفيره، وكان لها مردود عائد كبير، ولكن عند اتجاهنا الى مورد اخر وهو مورد البترول اهملنا الجانب الزراعي والرعوي اهمالا تاما، لم نعد نسمع عن الزراعات التي كانت تصدر الى الخارج، بل اصبحنا دوله مستهلكه. الان نحن نستهلك كل احتياجاتنا الاستهلاكيه من الخارج، فبالتالي المجتمع الريفي عندما يتحضر بعض الشيء فيصبح من مجتمع منتج إلى مجتمع مستهلك. الآن كثير من الزراعات التي كانت تمد المجتمع المدني أو تمد العواصم لم تكن موجودة من قبل، وكثيرا من الأشياء التي ذكرتها كالأرز، نحن الآن أصبحنا مستهلكين للأرز وليس مكتفين ذاتيا للأرز، أصبحنا مستهلكين للقمح وليس مكتفين ذاتيا للقمح، بمعنى أننا نستورد كميات كبيرة من القمح، نستورد كميات كبيرة من الأرز. تحولنا من مجتمع يعتمد على نفسه إلى مجتمع يعتمد على الخارج، وهذا في بالتالي غياب الرؤية الواضحة للدولة في للمستقبل، بمعنى انك كيف تعيش المستقبل؟ الان انت معتمد ذاتيا، طيب في الامام انا ممكن اتحول من الانتاج والاكتفاء الذاتي الى الانتاج للتصدير. صحيح. لم ننتهج مثل هذه السياسة، انما انتهجنا سياسة اخرى، الجاهز ممكن ان يحل محل المنتج، فبدانا نستهلك من الخارج وحولنا الاموال التي دخلت اننا الى مصادر اخرى لم تاتي لنا بمردود، وبالتالي انت تعتمد على الخارج في استهلاكك وفي حتى في الجانب الغذائي. لا، ما هو الدول الثانيه، لما نقول الدول الثانيه تعتمد على الزراعه وتعتمد على الثروه الحيوانيه، بمعنى الزراعه هي مصدر الدخل، لكن انا دايما نعرف الزراعه كان زمان قبل البترول اللي كانت مصدر الدخل شنو اللي كانت عشان حتى كانت تعتمد عليها؟ لا، كان في مصدر رئيسي، القطن كان احد الاعمده الرئيسيه في التصدير بالنسبه للصادرات التشاديه، اضافه الى الاعتماد الذاتي، انت كنت مكتفي ذاتيا الى حد ما. الان انت 80% او 70% من استهلاكك الغذائي ياتي من الخارج، فدي يعني شيء، مصادر المال المتوفر لدى الدولة يذهب كله من خلال القطاع العام أو القطاع الخاص إلى الخارج. جميل جدا. بالنسبة للزراعة، تحدثنا عن الزراعة كون الزراعة كانت تعتمد على الزراعة، بمعنى المواطنين على الأقل كانوا يكتفون بالغذاء الذاتي أو الغذاء الداخلي يعني، ولكن بعدما تخلوا عن الزراعة أو شبه تخلوا عن الزراعة فذهبوا يأكلون حتى الاستهلاكات اليومية من الخارج، الأرز والقمح من الخارج. الآن في الوقت الراهن لو قلنا مثلا نجي للحلول بالنسبة للقطاع الزراعي فقط، إذا كان قلنا القطاع الزراعي لابد كانت أن تعتمد على القطاع الزراعي أو أن تهتم بالقطاع الزراعي، فكيف يمكن للحكومة أن تهتم بهذا القطاع حتى يمكن يدخل الرصيد للخزينة العامة للدولة؟ لابد من تبني مشروع قومي، بمعنى مشروع قومي، مشروع زراعي قومي نلتف جميعا حوله، وليكن مشروع زراعة أرز، مشروع زراعة قصب سكر كما ذكر الدكتور بالأمس، أو مشروع زراعة قمح. المشروعات القومية هي السبل الوحيدة للخروج من الأزمات الاقتصادية. الدولة لابد أن يعني تتخذ من مشروع أو اثنين هدفا لتحقيق القدرة على مقابلة النفقات. معنى أن المجتمع كله يتحول إلى يعني الهدف هو الحصول على الدخول والقضاء على البطالة والخروج من الأزمة المالية التي نتواجد فيها الآن. لابد أن يكون هناك مشروع قومي، يجلس مجموعة من المتخصصين الخبراء، نوجد خريطة زراعية للدولة، الدولة مساحتها كبيرة، 30% من القدرة للأراضي للدولة صالحة للزراعة. الآن المجتمع تشاد 80% منه ما بين رعاة ومزارعين، ولكن الإنتاج ضعيف. لماذا الإنتاج ضعيف؟ لابد من يكون هناك احتياجات كثيرة. أين وزارة الزراعة؟ لابد أن يكون هناك مشروعات، نأتي بمشروع قومي واحد ونلتف حوله، ندعم هذا المشروع وننتظر سنة سنتين نشوف ما هو العائد لهذا المشروع. المشروعات القومية هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمات الاقتصادية. ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية عملت مشروع النيو ديل، واستطاعت أن تخرج من الأزمة عن طريق توظيف
كينز او علماء الاقتصاد بيقولوا ان الدوله هي التي تقود التنميه. كيف تقود الدوله التنميه؟ الدوله تقود التنميه من خلال الانفاق على المشروعات القوميه. صحيح. المشروعات القوميه هي التي تستطيع ان تجلب العمل، الذين يعملون سيحصلون على دخول، الذين يحصلون على دخول سينفقون هذه الاموال في الدوله وبالتالي تعود اليها مره اخرى. اما كونك انك تقطع من اموال الناس فهذا الامر سيقلل من دخول الافراد وبالتالي يقلل من التنميه ويقلل من الحراك السوقي. جميل. واحنا حجم الاقتصاد السوقي في تشاد ضعيف. جميل دكتور، بالنسبه للقطاع الزراعي فقط خلينا نتكلم عن القطاع الزراعي واصلاح القطاع الزراعي. في الدول الثانيه على الاقل الحكومه بتكتفي ذاتيا بالغذاء الداخلي، يعني بتخزن كميه من 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 من, من القمح، كميه من الارز في صوامع خاصه بالدوله لحين الطوارئ او لحينما تكون في كارثه. الدوله تقول لك لا، المخزون الموجود عندنا حاليا في المخازن يكفينا لمده 6 شهور، يكفينا لمده سنه كامل. الدول بتخزن الكلام ده. اذا كان تشاد، احنا اليوم قلنا عندنا اراضي 1,284,000 كيلومتر في مساحه تشاد الكليه، عندنا اراضي صالحه للزراعه. اذا كان قلنا الدوله يجب ان تركز او يجب ان يكون جل املها في المستقبل عشان نتفادى هذه الكوارث، لابد للدوله ان تهتم بالقطاع الزراعي حتى يكون قطاع منتج ومثمر لها. فكيف يمكن للدوله ان تستغل القطاع الزراعي في تشاد؟ اخي العزيز، تعرف مشكلة الاقتصاد طبعا صعب نحلها في حلقة وحلقتين. صحيح صحيح. صح يعني يعني كلام الدكتور كلام طبعا عميق ومحتاج يعني إضافات عشان بعض المشاهدين يفهموا بعض المغزى الكلام. أولا كل الدول التي تشوفها دول، سواء الدول الأوروبية أو الدول الأمريكية أو الدول الآسيا، مرت بما يسمى بالثورة الزراعية. بعد ما انتهت من الثورة الزراعية دخلت الثورة الصناعية. بعد ما انتهى من الثورة الصناعية حاليا دخلنا في الثورة، ثورة تكنولوجيا الرقمية أو تكنولوجيا المعلومات. طالما أنت الثورة الزراعية ما قدرت تنجزها في بلدك، مستحيل يكون عندك نهضة. في مقولة يعني عامة يقولها بعض المفكرون، يعني لا حرية للشعب يأكل من وراء البحار، ويعني مبدأ في بعض الدول انتهجته، نأكل مما نزرع. أنا لما تكلمت قبل شوية قلت عندنا في تغيير العقلية والتركيبة الاجتماعية، إذا نحن والفنا ناكل الرز اللي جاي من تايلاند أو من الهند ولا ما أعرف من أي دول آسيا، مع تكلفة الإنتاج والتخزين والنقل يجي تشاد وهو أرخص من الإنتاج المحلي. عجيب والله. في شيء هناك مثلا دولة زي ما أعرف زي تايلاند زي الهند باكستان، الموسم الانتاج الرز يكون 3 أو 4 مواسم في السنه. عجيب والله. معناتها قدره انتاج القطعه الواحده الهكتار الواحد 3 مرات في السنه. وذلك كذلك في الدول الاخرى، في الصويا، في الذره، مصر، في حاليا ناكل البربري والجقارب ناكلها هناك طبعا تنتج بكميه كبيره في امريكا، ولكن للعلف الحيواني الى اخره. فالثورة الزراعية لازم منها، لكن شيئين يجب ما تفوت من أنظارنا. أولا الثورة الزراعية زي ما قال لك مشروع قومي، معرفة مناطق تشاد 23 إذا احتفظنا بها، 23 ولاية كل ولاية عندها ميزة بالنسبة للإنتاج الزراعي. في بعض الولايات إنتاجهم في السمسم أفضل من ولاية أخرى، نركز على هذا. في بعض الولايات إنتاجها مثلا في الذرة البربري مثلا منطقة السلامات، دي منطقة هي عندها الامتياز في الإنتاج، نركز على هذا. في بعض المناطق عندها تخصص أو عندها قدرة على إنتاج الدخن. في بعض المناطق في إذن المشروع القومي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة وتركيز المشاريع الزراعية للاكتفاء الذاتي في كل هذه المحاصيل على حسب قدرة وعلى حسب يعني تعادل المناطق دي. إضافة لذا أنا مثلا صراحة ممن يرون أن إنتاج القطن في تشاد يعني أنهك الدولة. خسارة يعني. خسارة. ما مربح. لأن كل سنة الدولة تدعم شركة القطن بمليارات، أكثر من 20 مليار سنويا، ما بين 25 27 أو 30 مليار سنويا. ومردودة شنو؟ بينما القطاع الرعوي بتاع المواشي يتلقى دعم ضئيل، لا يسمى عشر، لا يعني يساوي عشر ما شركة واحدة، شركة القطن تتلاقى القطن، ومع أن مردوده في الدخل القومي
يعني ما حتى ما الاقتصاديين في تشاد لسه ما يعرفوا حجمه. عندنا سنويا نقول 700,000 او 800,000 بقر تصدر الى نيجيريا. طيب ناهيك عما يصدر الى ليبيا، الى مصر عن طريق السودان او مباشره، او الى افريقيا الوسطى، الى فلا نعرف الحجم. فعندنا اشكاليه في المعطيات الاقتصاديه لمعرفه حجم من الاقتصاد الحقيقي. طيب بالنسبه للانتاج الزراعي، انا شايف انه الانتاج الزراعي ده ضروره، وحتى نظام الاكل عندنا ما نشوف الجانب فقط الاستهلاك والقروش طلعت، ان الامراض المتولده من هذه الامور المستورده، هذه الموارد المستورده ما بتعرف شنو انها، في منتجه بطريقه ربما يستخدم سماد او اوجي ما يسمى الانتاج المعدل وراثيا الى اخره، وما نعرف تبعاتها. لكن انا اللي فهمته من كلامك، دكتور بتقول لي الدولة سنويا بتنفق 20 مليار او اكثر من 20 مليار في قطاع القطن فقط، ورغم ذلك ان القطاع العائد القطن او القرص اللي بيجيب القطن ما بساوي الانفاق فوقه. فلذلك يعني من الاحسن الاموال اللي بتنفقها في القطن دي اخير تنفقها في قطاع اخر. انا شايف حاليا يعني اما واحد من اثنين، اما خصخصت شركة القطن ويخصخصوها للمنتجين نفسهم، هم دول اقدر في إدارة المؤسسة ويكون أصلح لأنه في زيادة إنتاجه. وفي نفس الوقت في معادلة ما سليمة، يعني ما جيت يعني شوف شركة واحدة تستقطب 30 مليار ما تقريبا أو 20 مليار سنويا، بينما قطاع الرعي ما يندو حتى 10 مليار، مع أنه هو يوظف كم البهيمة الواحدة. أنا أقول لك بعد دراسات يعني كان قمنا بها سابقا، البهيمة الواحدة تعيش 17 شخص، من صاحبها لرائيها لمن يقودها إلى السوق للدلالي للضمين لمعرف المري للسوبرفي لآخره إلى الجزار إلى المستهلك النهائي. 17 شخص البهيمة الواحدة. يعني معناتها اقتصادية أنت لو تقرأها قراءة سليمة تجد أن البهيمة الواحدة البهائم اللي ممكن ننتجها تجيب دخل ما محسوب، منو بعرفه؟ ما مكتوب عند الدولة ما بتعرف كم البهيمة ممكن الضمين بيشير شنو، يعني إذا زادت الدخل يعني في السوق الواحد 50 بهيمة بتيعد. تمام. أنا نستنتج من الحديث ده كونه القطاع الزراعي في جاد يجب الاهتمام بالقطاع الزراعي، يعني يجب للدولة القروش اللي بتنفقها في القطاعات الأخرى وما عندها عائد كثير دي أخير تنفقها في قطاع الزراعة، عشان قطاع الزراعة يجيب عائد كويس للدولة، وممكن في المستقبل لو حدثت كارثه مثل اللي بنمر بها دي ممكن الدوله تستطيع ان تتفاداها ما دامت القطاع الزراعي حي ويتحرك. فانا داير نعرف القطاع الزراعي ده كيف يتحرك، القطاع الزراعي كيف يمكن للدوله ان تسير هذا القطاع، القطاع الزراعي كيفيه الدعم شنو، هل يدعم الافراد عشان يقوموا بالزراعه ولا الدوله بنفسها تتولى زراعه بعض المناطق الزراعيه؟ شوف اخونا علي، في شيء في الزراعه اسمه الدراسات والبحوث. حاليا انا عندي سنتين مشارك في ورشه عمل او بحث بتقوم به منظمه الفاو مع مجموعه من الاساتذه الافارقه والاوروبيين بالتعاون مع منظمه الساحل والصحراء، بيتكلموا عن اهميه الزراعه بالتنقيط في مناطق الساحل الافريقي. المشروع قامت بدراسه فيه على الكاميرون وعلى مالي على كثير من دول المنطقه، وباجماع الاراء لم يجدوا صعوبه في الحصول على بيانات ومعلومات الا في تشاد. يعني كما ذكر الدكتور احمد فعلا احنا عندنا صعوبه في الحصول على البيانات والمعلومات. كيف يمكن ان اعطيك مشروع مدراسات جدوى حقيقيه دون الحصول على معلومات وبيانات؟ المشروع قارب للانتهاء، الان بقي لنا 3 شهور خارجين بنتائج وتوصيات، ولكن ليس فيه اهتمام من الجانب التشادي. يعني اكثر من مره يذهب الخبراء الى وزاره الزراعه ويعودوا خالي الوفاء. على اي حال، الدراسات والبحوث ذات أهمية كبرى في المشروعات الزراعية. اليوم أو قبل قليل تكلم دكتور أحمد جدا فعلا أن مسألة القطن، أنا في دراسة سنة 97 يعني في سياسات في الإنتاج، للاكتفاء الذاتي أو إحلال محل واردات كما يقال، وإنتاج للتصدير. ثبت فعليا أن إنتاج القطن في تشاد للتصدير ليس مجدي ماديا، إنما هو يؤدي إلى خسارة، وكان الأولى أن نحل كثير من قطاعات القطن أو المناطق المزروعة بالقطن بغذاء آخر
القمح او الارز او الفول السوداني او ايا كان. يا اخي تجاره الصمغ الان تدخل لتشاد دخلا اكثر من تجاره الصمغ العربي. وبالمناسبه يعني نحن نفتقد القدره على التوصيق، بمعنى ان الصمغ العربي يسوق او الصمغ نفسه ان شئت ان تسميه يسوق عالميا بمبالغ كبيره، بينما نحن لا نستفيد منه الا 10% من قيمته، وفي الاخير يسجل سودانيا وليس تشاديا، وهذا امر مثير للعجب ان الغالبيه الكميه الكبيره منه تخرج من تشاد. على اي حال، الدول التي تنتهج نهج التنميه لابد ان تبدا بالمورد البشري. نحن لدينا افتقار الى العنصر البشري يا اخي. اخواننا المزارعين ما زالوا يستخدمون الكدنكة، اخواننا الرعاه، وبالمناسبه 80% من الشعب التشادي ما بين مزارعين ورعاه، اكثر من 80%. فانت بتتكلم عن مجتمع زراعي رعوي، وعندما نتكلم عن ضروره اهتمام الدوله بالزراعه، ضروره الزراعه معنى الزراعه الارضيه والزراعه النبات والموارد والحبوب والثروه الحيوانيه. انت لديك ثروه سمكيه ايضا غير مستغله. يعني احنا مهملين الجانب السمكي، مهملين الجانب الحيواني، مهملين الجانب الزراعي. لديك 95 مليون رأس، يعني الآن ده رقم رهيب ليس من المعقول، ذكر في الحلقة الماضية دكتور. تمام، بالنسبة للقطاع الزراعي فقط، احنا بالنسبة للقطاع الزراعي ننهي القطاع الزراعي وندخل في القطاع الرعوي. القطاع الزراعي انت حاليا بتقول لي سكان تشاد 80% ما بين الرعاة ومزارعين، أكثر من 80% ما بين الرعاة ومزارعين. بمعنى الدولة لو أنفقت في القطاعين، القطاع الزراعي والقطاع الرعوي، واستطاعت كونه من القطاعين أن تجلب أموال للخزينة العامة، ممكن الدولة تكتفي؟ يعني الدولة ممكن تكون خطت 80% من سكانها محل الاكتفاء الذاتي. هذا الاكتفاء الذاتي، كلام جميل جدا. بالنسبة للقطاع الزراعي فقط، أن إحنا الآن بنتكلم عن القطاع الزراعي، بتقول لي في بعض المشاريع الزراعية كالقطن، لو الدولة الأموال اللي بتنفقها في القطن لو أنفقتها في الأرز ولا القمح ممكن يكون داخل آية. معنا نتكلم ونقول الدولة حاليا هل هي تتبنى المشاريع الزراعية، ولا المشاريع الزراعية ممكن تدعم الرعاة نفسهم المزارعين نفسهم؟ سبق أن قلت أن الدولة لابد أن تقود التنمية، وبالتالي لابد أن يكون هناك مشروع قومي كبير الدولة تستهدف به قطاعات كبيرة من الأراضي، يعني مجموعة من الهكتارات أو ما يسمى بالمزارع النموذجية الكبيرة، على النمط الكوري، على النمط الماليزي، على النمط التايلندي، على النمط الهندي، أي نمط تختاره. ولدينا الآن دراسات عن الزراعة بالتقطير، لدينا عن الزراعة في المناطق الخريف، هناك دول كثيرة لديها تجارب، لأن نستعن بتجارب الدول الأخرى، نقوم بدراسات ونقوم ببحوث سيمينارات من أجل دعم هذا الجانب. نحن لدينا مشكلة في الاكتفاء الذاتي الغذائي. أنت ذكرت قبل قليل أن كثير من الدول يستطيع أن يعلم ماذا لديه من حجم الأرز لستة شهور قادمة. نحن الآن لا نستطيع، ليس لدينا بيانات ولا معلومات عن حجم الأرز المتوفر في تشاد لمدة شهرين قادمين. الصوامع التابعة لله. ليس لدينا معلومات، وبالتالي غياب المعلومات وغياب البيانات تعطيك مؤشر سلبي عن حالة الوزارة. لسنا نستهدف وزارة بعينها ولا نستهدف أشخاص بعينهم، ولكننا نتكلم من وجهة نظر باحث. صحيح. الدولة الآن وتحدثت الحكومة وتحدث الخبراء أنه لابد لنا أن نهتم بالجانب الزراعي. هذا الجانب الزراعي هناك دول في أوروبا زراعية، الدنمارك، هولندا، النرويج، هذه الدول 80% من دخولها من الجانب الزراعي، تبدأ زي ما قال الدكتور أحمد بثورة صناعية. هذا الأمر ليس غريبا عن تشاد. في عام 74-73 المشروع الذي اتجه به أنجرتاتا مبالباي لزراعة الأرز في تشاد، الموظفين كلهم تحولوا لزراعة أرز وأنتج كميات رهيبة. لولا الحرب الأهلية والانقلاب الذي حدث لكان تغيرت الأحوال بصورة أو بأخرى. فالآن ما المانع مع تغير الظروف والأحوال، ونحن الآن نعيش إلى حد ما في فترة استقرار سياسي معقول جدا، ما المانع أن يكون هناك مشروع قومي سواء في المناطق التي يمكن زراعتها في الوسط أو الجنوب أو في الشرق، هذه المناطق التي يمكن أن تدر علينا خيرات كثيرة. جميل دكتور، القطاع الزراعي قطاع مهم، لكن بالنسبة لي بعض الناس بيقول لك لا، الدولة اهتمت بالقطاع الزراعي، الدولة أنشأت البرنامج الوطني للأمن الغذائي، الهيئة الوطنية للأمن الغذائي، وكذلك الONDR بالنسبة للعالم الريفي. دي قبل أن تدمج هذه الهيئات، قبل أن تدمج بمعنى الدولة كان اهتمت بالقطاع الزراعي حتى أنشأت بعض الكيانات عشان تهتم بالقطاع الزراعي. وفعلا الدولة اهتمت، لكن بالنسبة مؤسسيا فقط. مؤسسيا فقط. لأن شنو منظمة الONDR حاليا منظمة البينيزا البرنامج الوطني للأمن الغذائي، وفرغ الONDR من كوادرهم. يعني كوادر الONDR كانوا
في أرض الواقع كانوا عندهم المعلومات، كان ماشي كويس. بعدين لما البرنامج ده وضع بطريقة الوضع بها وضع بطريقة، ويعني حتى البرنامج حتى اليوم ما عارفين أثره الإيجابي شنو. يعني كان يتقلب، ربما مرة يكون تحت وصاية وزارة الزراعة، مرة تحت وزارة التخطيط، مرة يكون يدرج لرأس الجمهورية، يعني وما عارفين من يراقب من، في إشكالية. البرنامج طبعا بعدها قضي عليه، وبرنامج سوديلاك اللي هو كان استنفذ أموال تشاد بمدة عشرات السنين، هذا ما شفنا النتيجة لسوديلاك، يعني أموال طائلة تدخل سنويا زي شركة القطن، يعني عشان ينتج القمح لكن ما شفنا ولا قمحية بتجي تقريبا في هذا السوق. فالمشكلة فقط إن إحنا ما زلنا في النظام، وضع المؤسسات، وضع منظمة هيئة، ولكن ما عندها المركزية، يعني الأسس التي تقودها، ما في الكوادر. أنت عاوز تساعد المزارع، تساعده بشنو؟ تساعده بفني زراعي، فني يعرف له دراسة التربة، يقدر يوصفه يقول له طريقة الإنتاج كذا، يقدر يوصفه استعمال السماد كيف، قد يعلمه كيف مكافحة الحشرات إلى آخره، ويعلمه كيف التخزين، عملية التحويل، عملية جمع، هذه دي كلها ما المزارع ما يقدر يقوم بها. صحيح. فالدولة يعني لو عملت مؤسسة إن شاء الله تعمل 20 مؤسسة ما إلا فايدة لو ما إلا كوادر، يعملوا بس كوادر ديكري يحطوا خلاص المدير ونائبه وكله والمدير المالي وغيره، وخلاص القروش تجي ويمشي طبعا يقلبوا تركترات ولا جرارات من الخارج. ما بنعرف الجرارات دي على أي أساس تم اختيارها، زي ما قلنا في الحلقة السابقة يجيبوا جرارات يعني كلها ستاندار، مع أنها ما تقدر تخدم أي شيء. جرارات عندها يعني ما عندها نفس المحاريس، المحاريس تختلف. الجرار محتاج، الجرار عشان يكون مكتمل محتاج ما بين 10 إلى 15 محاريس مختلفة. يعني جرار محراز واحد أو اثنين، والمنطقة الرملية تختلف عن المنطقة الحجرية، المنطقة الطينية إلى آخره. فهي يعني كأن دراسة يعني هنا شيء من نوع من الارتجالة، في نوع من ال يعني شنو العاطفية، إنه حابين نعمل حاجة نسويها بغير دراسة. المشروع اللي هسه بتكلم عن دكتور مشروع قومي ده محتاج دراسة، خطة خماسية. الدول لازم مرقة من الأزمات دي كلها عملت دراسة أو خطة خمسينية أو خطة عشرية أو خطة خماسية لمدة 50 سنة. لازم نصل لمرحلة الإنتاج حتى التصدير. تايلاندا والهند، الهند أكبر منتج مثلا حاليا، من أكبر منتجين الأرز في العالم، لكن يستورد يشاب احتياطه، لأن ما عندنا احتياط استراتيجي صراحة. في تشاد ما في استراتيجي، ولا في 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 الوقود، ولا في في الحبوب، ولا في أي شيء. يعني عايشين كده على باب الله، على باب الله، أيوة كده يوميا ناكل رزق اليوم، يعني رزق اليوم، وده خطير. يعني حاليا أزمة خطيرة في نيجيريا، مشكلة بوكو حرام، ودخلنا في أزمة ما عندنا بديل. وما أن في بدائل، لو كان درست البدائل من قبل، وكذا أننا نيجيريا قبل ما تحصل المشكلة، أيوة أننا طبعا لازم تتكهن، تقول إذا نيجيريا ما صار طريقة سدة تمشي كيف، مواردنا نوديها وين؟ نوديها ليبيا. طب من ليبيا لو ليبيا حصل لها مشكلة كما تحدث الآن، نوديها مصر. طيب عن طريق وين نوديها، بأي طريقة؟ حاليا الجمال اللي بتمشي تمشي في مصر تمشي باسم السودان، صحيح، وهي جمال تشادية، لكن تمر عن طريق الطريق وما بنعرفها إحصائياتها ياتوا عنده. خلي شيء آخر، البقار اللي كانت تمشي نيجيريا 700,000 بيقولوا رأس بقري، وده عرفنا العدد لشنو، المناطق اللي بنادوها شنو في الحدود بتاعت البيطرية اللي بتعمل خرص ده، بس خلاص عرفنا العدد تقريبا 700,000، لكن بمشي تقريبا أيوة العشوائي قدرة أو أكتر منه. طيب المشي رسمي كيف عرفنا ده؟ قروشة تجي كيف؟ النظام المصرفي عندنا ما بيحتوي، القروش جاية في الجيوب، جاية كده إما دخلت في طريق بضاعة في بعض ما في تحويل، ما بنعرف كمية. حاليا أنا أقول لك وأتحدى وزارة الاقتصاد مع الأسف أن كمية العملة أو الموارد المالية المتداولة في تشاد ما حد يعرفها. يجيب والله كان في المفترض يعرفوها، المفروض يعرفها. أنت إنتاج ماشي، أنت قروش. أنا بقول لك حاليا في عندنا جاليات تشتغل في الخارج، في السعودية مثلا جاليات كبيرة كل سنة. أنت بيجي السوق تشوف ذهب قاعد، ذهب عنده قيمة. صحيح. طيب يعطوه مقال إنه في الوزارة عارف كمية الذهب جاي كيف وداخل كيف. والكلام ده أنا شفته اليوم أيضا المصريين قالوا عدد القروش اللي بتدخل لمصر من الأعمال المصرية الموجودة برا زاد ب 11. إننا ما عندنا معطيات حاليا. السوق في ناس بيجيبوا بضاعة بيجيبوا من دبي، عندك شنو؟ ما عندك كمية ذهب تعرفها. العملة الصعبة اللي تجي من البلاد هذه، من سواء الريال السعودي أو الدولار أو غيره، بيدخل في تشاد ما عارفين حجمه. فعندنا إشكالية في المعطيات الأساسية. أنت ما ممكن تعمل مشروع
لو ما عندك المعطيات دي صحيح. المعطيات دي لو ما عندك كل النية الحسنة دي ما بتحل. قال شنو النية الحسنة؟ ما بتأكل عيش. النية الحسنة بتحسن إنتاج العيش لكن ما بتأكل, ما بتأكل عيش. ما الأمور رئيس سيدنا أن احنا محتاجين دراسة, أن احنا محتاجين خطة, أن احنا محتاجين خبراء, محتاجين كادر بشري, محتاجين الاهتمام بالقطاعات اللي تقولتوها دي. أسا علينا اتفقنا كونه القطاع الزراعة قطاع مهم جدا في جاد, ويجب على الدولة أن تهتم بهذا القطاع, أن تزرع وتدعم المنتجين في هذا الزراعة. خلينا عندي بس مداخلة قبل شوية كانت كلام أنا قلت في الاهتمام بالزراعة في جانبين, الجانب طبعا في وذكرت تكلمت عنه, والجانب الثاني طبعا المشروع القومي. لكن نحن لا ننسى شيء واحد, أنت ما تعمل زي كوبي كولي زي ما يعمل في يعني لصق وقص ولصق كذا عشان جاء. لا يعني اللي هو الإنتاج الزراعي, الوحدة الإنتاجية الزراعية أو الرعوية هي أنت وحدة أسرية, يجب ألا تكون الثورة الزراعية نقوم بها تفكك الكيان الأسري. لأن إذا كان أنت المزارع المواطن ده حالياً, حالياً بنعيش الهجرة الداخلية كثير, جايين من الريف جايين من المدينة, مشاكل الأمنية وغيرها وغيرها, لكن الدول الأخرى برضو عندها نفس الإشكالية. لكن إحنا يجب في إطار الثورة اللاجب أن لا نفكك التركيبة الأسرية الإنتاجية, يجب أن نحافظ على الإنتاج, يجب أن نحسن الإنتاج أو نوسع المساحة الإنتاجية بالحفاظ على الأسرة بحيث يكون لها دخل يكفي الأسرة. ما إذا تعمل لي إنتاج يعني مشاريع 200-300 هكتار, جيب لي خبراء من الصين من وين يعملوها, وبعدين كل المزارعين في المنطقة دي بيكونوا عاطين العمل, بيجي بيكونوا عمال فيها وبتكفكك الأسرة, لأن الملك عمل بيجي مجي المدينة. دي خطيرة, يجب الانتباه لهذه النقطة مهمة, لأن عدم الحفاظ على, وهذه حتى الدول الأوروبية, حتى الدول الأوروبية اللي تتماشى بعيد حاليا, نسبة اليد العاملة في القطاع الزراعي في أوروبا مثلا ما تقريبا تزيد من 6%, ما بين 3-6% على حسب الدول. يعني هنا تتكلم زيادة من 80%, معناتها القدرات دي يجب انه بالك انت كعملت تصور صناعي وحدثت الانتاج, الناس اللي بفضلوا ما تنتجوا توديهم وين؟ لازم تعلمهم مكان توظيف, ولازم تقرب ما يسمى ب يعني تحويل التكنولوجيا, ترانسفير التكنولوجيا, تحويل التكنولوجيا دي المعرفه تحولها الى المزارع, يعني تحولها بشنو؟ تكون مراكز زراعيه. يعني هنا حاليا الناس اللي بيدرسوا في كليات الزراعه او في المعاهد الزراعيه, قول لي كم منهم اللي طبعا وظفوا في الدوله وش ودوهم مثلا في مراكز تدريبيه للمزارعين؟ المزارعين ما عايزين نظريات, عايزين بس واقع, تجيب لي تطبيق عملي كده, نقوم بكده, نخزن كده, نعمل بكده بالطريقه دي, الى ان يعني يتملكوا هذه المعلومات ويستخدموها في حياتهم اليوميه. لكن لما تكون مشروع نظري بناس عندهم لابسين كويس كرافته وجايين من خبراء وقاعدين في المكاتب بس, وما في العمل الميداني عشان يطبق, حيكون فاشل, زي نظريات اللي كان البنك الدولي سواها زمان والصندوق النقد الدولي سواها زمان. الناس جابوا لنا قال خلاص يا تعملوا كده, تعملوا برنامج كده, وكان كارثه اجتماعيه, كارثه في كل الدول. فنحن الحفاظ لازم صدمات, تغيير اسلوب التفكير. وعندنا مشكله اخرى, عندنا استهتار بالمنتج الزراعي. المزارعين ده ناس كنادي, ده ما عندهم التقدير من ناس المدينه, وهم هم الاساس ان ناس القرى بيعيشوا ناس المدينه. لان ناس المدينه ما عندهم وقت عشان يمشي يزرعوا, لان عندهم وظائف اخرى, هم ناس القرى ده بيعيشوهم يعني بيزرعوا انتاج. لكن لما تزدريهم ويعني انت تستخف بهم وتشوف ان انتاج الزراعي ذاته انتاج ما راقي, يعني كان ده ناس الجهال المنافي, ده التفكير القائد سائد, انه حتى اي انسان عاوز يوصف نفسه انه نجح يبرق بالقطاع الزراعي والانتاج. جميل. قطاع الزراعه, قطاع الزراعه قطاع مهم جدا, هذا دوناه. ندخل القطاع الثاني والموازي لقطاع الزراعه, هو قطاع الثروه الحيوانيه. في الحلقه الماضيه كان تحدثنا كونه قطاع الثروه الحيوانيه ايضا من القطاعات المهمه, عرفنا اهميتها خلاص. يعني احنا عندنا 94 مليون راس, الهند عندهم 4, هولندا 4 مليون راس, بقدروا يصدروا البال للعالم, بقدروا يصدروا جبنه للعالم, لكن احنا عندنا 94 مليون, يعني فايتينهم هم ب 90 مليون راس, ما قادرين نكتفي ذاتيا. ان احنا شوف لنا القطاع ده كيف يمكن اصلاحه عشان نستفيد منه احنا ايضا في قزين الامل الدوله. طيب في تعقيب صريح على القطاع الزراعي وقطاع الثروه الحيوانيه, هم غير مختلفين, يعني هم كلهم قطاع واحد. في الأعوام السابقة إحنا نعاني من غياب البحوث والدراسات الحكومية, لكن لا نعاني من غياب البحوث والدراسات التعليمية.
أنا تقريبا أشرفت على 25 رسالة بحثية وناقشت تقريبا 15 رسالة بحثية كلها تتكلم عن قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والقطاع المالي. لم تهتم الدولة ببحث واحد منهم. لدينا إشكالية في أن هذه البحوث، إحنا لا نتكلم عن غياب بحوث علمية، البحوث موجودة، البحوث موجودة. الأسبوع الماضي تحدث أحد الباحثين الذين كنت أشرف عنه، آدم يوسف، تلميذ الدكتور آدم يوسف محمد، عن مشكلة القيمة المضافة والتهرب الضريبي، وهذه أحد الآفات التي تعاني منها في وزارة المالية. وبالتالي غياب البحوث، لا، البحوث موجودة، ولكن نحن نعاني من غياب البحوث الحكومية وعدم تبني الجهات المعنية للبحوث العلمية. الثروة الحيوانية في تشاد ثروة هائلة يمكن الاستفادة منها استفادة كبيرة جدا. ليس لدينا مزارع نموذجية، المزارع النموذجية الوحيدة الموجودة هي المزارع لأفراد معضدين على أصابع اليد الواحدة، صحيح، فلان وفلان وفلان تعرفهم بالاسم. ولكن ذكرنا أن 80% من المجتمع التشادي هو مجتمع رعوي ومجتمع زراعي، ولديك دور دورين وثلاثة، وبعض الناس عندهم بقرة بقرتين ثلاثة، والدور متكون من قريبة 100. وبالتالي لكن البحوث كلها أثبتت أننا لدينا غياب من ناحية البيطرة في إحدى المناطق. أنا قابلت أحد المتخصصين وكان ذكر أن في إحدى المناطق الشمالية بدأ يحدث نوع من أنواع الموت المفاجئ لبعض أنواع الأبقار، وبدأوا يعملون أمراض، مرض ظهر، وبدأوا يعملون بعض البحوث وكتير، ثم انتهى الأمر. قروش وميزانية نزلت، ذهب مجموعة من الأساتذة اكتشفوا أو شافوا الأشياء وعملوا تحليلاتهم وخرجوا ببحوث ونتائج وتوصيات والسلام عليكم، ثم في العمل الذي يليه، ثم العمل الذي يليه، وهكذا. ليس لدينا اهتمام بهذا الجانب الرعوي. كما ذكر الدكتور أنفق عليه يعني نسبة بسيطة جدا، مع أنه يمكن أن يصبح المصدر الرئيسي للدولة. لماذا لا نقوم بتبني مشروع قومي لإحياء مزارع نموذجية في بدل من أنه، وده بالمناسبة تحل لك مشاكل من الخلاف الكبير الذي يحدث بين المزارعين والرعاة. لماذا يحدث هذا الخلاف؟ الرعاة ينتقلون بحثاً عن العشب، والعشب هو المزارع يزرعها المزارعين المقيمين، فيرى أن هذا تعدي على أملاكه، وهو الآخر يرى أن الأرض كلها أرض ملك لله، وبالتالي من حقه أنه هو يأكل هو وغنمه وبقره وإبله. لديك إشكالية في التعداد نفسه، هل 95 مليون هذا الرقم رقم حقيقي؟ أم الرقم مبالغ فيه، أم أنه أقل من الرقم الحقيقي؟ لدينا إشكالية في التعامل، هل لدينا أطباء بيطريين على نفس القدر لهذا الحجم الكم الهائل من الثروة الحيوانية؟ لماذا لا يتم الاستفادة منها؟ إنشاء نحن شعب مستهلك للألبان. قبل أشهر قليلة سمعنا أن هناك مصنع للألبان سيقام في منطقة مندلية أو منطقة كندل، لكن هل أقمنا له دراسات جدوى فعلية؟ هل هذه المنطقة مناطق يعني جاذبة للموارد الحيوانية أو المصادر الحيوانية؟ يعني لابد من يعني استفادة. نحن شعب كما قلت لك، يعني يجب المصنع أن يقام المصنع في قريب من مناطق الإنتاج، مراكز تواجد الثروة الحيوانية، وليس مصنع واحد. أنت ممكن أن تقوم بدراسات، فيوجد لديك مجموعة من المصانع، 14 مليون مواطن شادي، يمكن أن تصدر هذه الألبان إلى الخارج، ولكن أنت تكتفي بها ذاتيا في المرحلة الأولى، ثم نبدأ نصدرها إلى الخارج. لابد من إقامة دراسات وبحوث على نمط سليم، ولابد أن يكون لدينا بيانات ومعلومات دقيقة، لابد من وجود الكادر الكفؤ. نحن مشكلتنا في الجهاز الإداري يا سيد علي أننا نعتمد على السقاط ونترك الكفاءات، يعني بمعنى أن التوزيع للإدارات يقوم على مبدأ الثقة فيك أو القرب منا أو المديح، وهذا أمر في غاية الخطورة. نحن نعلم أن فلان هو رقم واحد في هذا المجال، ولكن لا نستعين به لأنه يمكن رأيه مخالف معنا أو شكله ما يعجبنا يعني، أو في اتجاه آخر. فبالتالي نحن تركنا كفاءات واعتمدنا على الثقات، ففشلت الأمور، فشلت الأمور. وكثير من التوزيعات في الوظائف هكذا تتم، ونحن لابد أن نبدأ في، إذا بدأنا نهتم بالجانب الزراعي والجانب الثروة الحيوانية، لابد أن نبدأ بالإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي في هذه الوزارة. ده المطلوب، البداية إصلاح اقتصادي وإصلاح إداري. جميل، ده بالنسبة للقطاع الحيواني، قطاع الثروة الحيوانية. نحن قلنا يجب تصليح هذا القطاع. القطاع كيف نستفيد منه؟ فشلت السياسات في مجال التنمية الرعوية أو إنتاج الحيواني، لأن كان في فترة من الفترات ركزنا على الحيوان ونسينا صاحب الحيوان، من تعليم وصحة وتأطير وتنظيم، بحيث أنه عندنا يعني كل المناطق تقريبا تم تطعيمه كده، لكن صاحب المواشي نفسه محتاج يهتموا به، هو صحيا مريض ومن ناحية جاهل
لانه ما يفي حتى جاهل في مجاله يعرف مجاله التقليدي، لكن كونه هناك في محتاج تنظيم زياده ومشكله التخزين، في تخزين ممكن يحافظ على اللبن لشهور لاكثر من شهور بيجهلها. صحيح. اذا لازم يكون في متزامن. انا شايف انه مشكلتنا في شاد انه النظام الراعي هو متنقل عندنا، هو طبعا متنقل، وهذا النظام الراحل ان النظام الدوله هي كان كل مخططاتها للمقيمين فقط. وما دخلت ما دخل في اطار منظومتها الرحل ديل بيعتبروه مثلا يعني زي صدفه او عارف اكسيده يعني زي حدث يعني حادث تاريخي فقط. ف ومع انهم عندهم حجم اقتصادي كبير، انا شفت قلت لك حاليا 700 الف بهيمه صدر نيجيريا تدخل اكثر من شركه القطن نفسها العايده، اذا انت ضربتها عدد الراعي بس المواشي تمشي نيجيريا وحده ما حسبنا الاخرين اللي تمشي نيجيريا مثلا، لو ضربنا على عدد 700 الف راس، مع اني انا اشك في هذا العدد، العدد اكبر بكثير. 700 الف تضرب هذا في سعر المتوسط تقول 60 الف ريال، تلقى العائد من جراء هذه 700 الف اكثر من مما تنتجه شركه القطن، مع انه الدول ما بيلقوا اكثر من يعني 10%. طيب انا اشوف انه هو الاهتمام بالجانب الرعوي يجب ان يكون ما يكون مثلا يعني متوازي، يكون في تكمله. هنا عندنا مشكله الجري وراء العشب، بقت مشكله منهكه للبهيمه ولصاحب البهيمه. ليه الثوره دي لازم الثوره الانتاجيه لازم نسويها، ده يجب ان ندخل نموذج انتاج علف لهذه البهائم. نعلمهم ان عندكم ارض وعندكم مياه جوفيه وعندكم بهائم، ممكن بطريقه استثمار بكده ممكن يكون انت تزرعوا علف كافي لبهائمكم يجنبكم الترحال الكثير، وفي نفس الوقت تستفيدوا من السياسه التعليميه والسياسه الصحيه للدوله، وفي نفس الوقت تسهل عمليه تجميع المنتجات اللبنيه او حتى في مناطق تخزين المنتجات اللبنيه، او وضع في مجموعه معينه مصنع ليكون عمل الانتاج ويصدر. ده مهم جدا. عندنا ما زلنا ثقافه انتاج، عندنا في تشاد مع الاسف كل شيء عندنا مجان، المويه جايه مجان من السماء، العشب جايه مجان عشان الله جايه من في الارض. إذا ما عندنا رؤية اقتصادية لأهم عوامل أساسية المياه والعشب. والأرض برضو يعني تقريبا شبه مجانية لأن ما بندفع لها شيء. صحيح. فإذا هذا التغيير في النموذج في الدولة في 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 في, في مشاريعها يجب أن يقوم على تكملة القطاعين، أن الزراعة قد تكمل. ممكن ناس يكونوا يتخصصوا في زراعة العلف، هم هو زراعي لكن يزرع عشان يبيع العلف. صحيح. إضافة إلى شيء آخر أنا ممكن أضيفه إلى هذا لما قلناه، مشكلة الإنتاج حسن المصانع النموذجية اللي بنسويها دي، أنت لما تعمل دراسة عاوز تعمل أنت شركة، عاوز الأساس شركة تكون مربحة، هذا المصنع المفروض يكون مربح. أنت لما تعمل مشروع وعدد المستهلكين الافتراضي 3 مليون أو 5 مليون شخص، يختلف لو كان عدد الانتاج او عدد المستهلكين 50 او 60 مليون. صحيح صحيح. طيب احنا دائما مشاريعنا في شات نفكر لما نعمل شوف المصنع بتاع مندلي وغيره بيمتص اموال طائله، لكن عشان تغطي هذه التكاليف ويجيب ارباح لازم ان نكون راي خارج شات، معناته ان احنا نصدر لكاميرون لنيجيريا لغير جزيرة 200 مليون نسمة. يعني إن شاء الله عندك بس 10% من 200 مليون كزبائن محتملين لإنتاجك اللبني. بيكون عندك يعني جدوى اقتصادية لهذا المصنع. فتفكيرنا لازم يكون موسع، أنت ما تفكر فقط في إنتاج محلي، لأن التكلفة الإنتاج التكلفة الأحادية كل ما زاد المستهلك كل ما التكلفة الإنتاجية تكون قليلة والسعر بيكون منخفض متناول المستهلك. يعني يجب الاهتمام بالقطاع ده، ده لازم منه، وشركات الألبان وكذا يجب توفرها، ولازم لكن لازم يشاركة أصحاب الأمر نفسه. أنا أديك يعني في معلومة في الألفيات كان في إطار جمعية البدو الرحل اللي كنا طبعا نعمل في المجتمع المدني فيها مع جمعيات في نيجيريا في كاميرون وفي كوكوريت في 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 في, في نيجيريا وجمعيات يعني في مجال الرعبي ده، فكرنا في إنشاء بنك مصرف لأصحاب المواشي، وعلى اساس انه المساهمين في هذا البنك هم الرعاة نفسهم، بحيث ان السهم يعدل باجله. يعني اجله ده سهم، يعني انت محتاج 10 اسهم تجيب 10 عجلات بيكون زحمه. فده بيخليك شنو؟ بيخليك انت البنك بتاعك لان انت مساهم فيه،
وفي حالة أنت محتاج تطور النموذج الإنتاج حقك تقدر تقترض منه تجيب لنا المشروع ويدوك وهم طبعا يتابعوك فنيا إلى آخره. جميل. المشروع ده مشينا فوق مرحلة جو بعدين انتهازيين عاوزين يستغلوا الموقف لنفسهم. المشروع استعطل. البنك تؤسس في 5 دول في غرب أفريقيا، في بوركينا فاسو، في مالي، في نيجيريا، وفي في في دول أخرى غرب أفريقيا نسيتها، وفي تشاد فشل المشروع إلى الآن. جميل. الآن احنا مواضيعنا كثيرة جدا والوقت أظن الوقت أشرف إلى الانتهاء. بالنسبة للأشياء اللي أنت ذكرتوها سواء الزراعة أو سواء قطاع الثروة الحيوانية، وفي قطاعات أخرى جدا، قطاعات حيوية في تشاد موجودة، قطاع الاتصالات، قطاع السياحة، قطاع السياحة. الشركات في العالم دائما بتبحث عن الأماكن الزي دي عشان تجي تستثمر فيها. لماذا الشركات الأجنبية لا تأتي إلى تشاد لتستثمر في هذه القطاعات؟ شوف، تشاد الآن أصبحت دولة كبيرة إعلاميا وسياسيا، خلينا نكون واضحين. يعني لما في الماضي عندما تقول كلمة تشاد يعني كانت مرتبطة بالنزاعات الإقليمية ومرتبطة بالحروب الأهلية. الآن مع في العقدين الماضيين أصبحت الإعلام موجه لتشاد، وأصبحت تشاد موقعها السياسي موقع كبير جدا، لكن كل الذي نريده أن يكون موقعها الاقتصادي أيضا كبير. ذكرنا في الحلقة السابقة كنا هناك مجموعة من العقبات التي تقف أمام المستثمرين الأجانب، يعني قلنا عدم استقرار السياسات الاقتصادية الكلية في تشاد، صغر حجم السوق التشادي، عدم الاستقرار السياسي في بعض الأوقات، عدم توافر الإطار المؤسسي والتنظيمي والتشريعي الملائم. المنظمات الدولية بتتكلم عن ما يسمى بالفساد الإداري وسوء الإدارة في تشاد، البيروقراطية وعدم الشفافية. هذه الأمور كلها إضافة إلى عدم توفر العمارة المهرة، عدم كفاية البنية الأساسية التحتية، عدم توفر الجانب المصرفي والمالي الملائم للتحويل. وهذه النقطة ترجعني إلى ما ذكره الدكتور أحمد مسألة التحويلات. نحن لدينا في تشاد تحويلات أخرى غير بنكية، بمعنى أن انتشار في تشاد ما يسمى بالاقتصاد الخفي. هناك أفراد يعملون بمثابة بنك، بمعنى أنا موجود في نيجيريا أدفع الأموال بالنيرة لأحد الأشخاص فيعطيني لي بالفرنك سيفافيتشا. نفس الأمر في السعودية، نفس الأمر في تونس، نفس الأمر في هذه ما يسمى الدولة لا تعلم عنها شيء، ولذلك لا تستطيع الدولة أن تقدر حجم التحويلات الرسمية أو غير الرسمية أيضا التي تخرج. بينما أنت تتكلم عن مصر، التحويلات في الغالب هي ما يحمله الأفراد في جيوبهم ومسموح لهم بكميات معينة هم يقدرونها، والتحويلات الرسمية التي تدار عن طريق البنك المركزي، وبالتالي هذا الأمر أيضا مخيف. إحنا لدينا إشكالية. تمام. أنا إحنا الوقت أوشك أنت، لكن أنت ذكرت بعض الأسباب، قلت الأسباب الجاذبة للشركات الأجنبية. الاستقرار السياسي موجود حاليا في تشاد، الاستقرار الأمني موجود حاليا في تشاد، الحمد لله تشاد الحين دولة مستقرة. شنو السبب المبخل للشركات الأجنبية تجينا تستثمر؟ لابد أن تحسن مؤشرات الاقتصاد التشادي كله. الدول تتجه إلى الدول التي تشعر أن اقتصادها في أوج الارتفاع، أو النمو الاقتصادي موجود، أو التنمية الاقتصادية موجودة. لابد أن تعزز أنت الانفتاح الاقتصادي على المجتمع الخارجي، واحنا لدينا مجتمعين لابد ان نرتبط بهما ارتباطا كليا وجزئيا، المجتمع الافريقي والمجتمع العربي، شئنا ما بينا، احنا امتداد طبيعي ومنطقي لهاتين القطعتين. ايضا لابد ان تهيئ البيئه التشريعيه والقانونيه والمؤسسيه، لدينا اشكاليه في القوانين التشاديه حقيقه مع التشريع العالمي. ايضا لابد ان تحسن كفاءه القطاع المالي والمصرفي، انت المجتمع القطاع المالي والمصرفي في تشاد لديه اشكاليه، هو كل ما يعمله أنه يجمع أموال ويمشي يضعها في مصارف أخرى، ليس لديه القدرة على التمويل الاستثماري الآخر. لابد من تنمي الموارد البشرية التشادية. جميل. الوقت أظن الوقت انتهى. بالنسبة للأسباب الجاذبة للشركات الأجنبية، أن إحنا الشركات اللي بتجي جات كلها بتجي وبتقوم بتمشي، شنو السبب اللي بخليها؟ الوقت، الافتراس الضريبي. أنت الرأس، أنت لما تيجي تسمس رأس المال جبان، ده مسلم به. انت لما تيجي باموالك ده لو ما مضمون كون اموالك دي تحفظ وكون العائد اللي بيجي من وراء استثمارك ده محفوظ لك، انت ما بتجي. وهنا مع الاسف البيئه ما بتساعد. عندنا كمسنجيه قاعدين بيجوا له 10% عشان يقابلوك مع فلان ومع علان، عجيب الله. وعندنا بعض الاشخاص هم اساسا يكونوا عقبه، اذا ما عملت كده يعمل لك عقبه في 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 في, في الاجراءات الاداريه. ناهيك عن الضمانات يا شيخ. انت لما تقول انت تعرف ان حاليا عندنا مشكله القضائيه، هذه في جد عندنا مشكله قضائيه دخلنا فيها، حتى مع شركه البترول الكبيره يعني المسؤول اسمها ضجه يا اخي، اكبر شركه عالميا في مجال البترول اكسون، انت تقابلها بمقاضاه غير موضوعيه.
الثقة أنا قلت لك في بعض الشركات كان بتشيل تمويل في بترول، عاوزة في ما الأزمة الاقتصادية حاليا وما زال الأزمة البترول عاوزة تستثمر، لما سمعوا إن شركة إكسون دخلت في مشكلة انسحب. يعني يقول لك إن كيف أكبر شركة إذا كان بيعمل لها كده يعني بيعملوها كيف؟ فدي أشياء لازم تؤمن الشخص. أنت دور يجي يستثمر في بلدك يا أخي، أنت أنت عطشان أو تشرب موية، يجيب لك موية تشيل الكوب تدفقه؟ إذا أنت تقلب الاستثمار بحيث تهيئ له الظروف. كيف نهيئ الظروف؟ نهيئ الظروف أي زي ما قال الدكتور أولا بالنسبة المشكلة التشريع مشكلة، يجب يكون إن القضاء عنده شفافية، قضاء عنده ناس يعرفوا القضاء التجاري والمعاملات وناس عندهم نزاهة في هذا المجال. أنت لما تتقاضي ده طبيعي إن في كل البلاد في مشكلة اختلافات بتجي، أنت المستثمر بيكون عندك قبيلك مواطن وأنت تيجي في القضاء أنت تكون كسبان 100% معناته في إشكالية إجراءات ما محترمة، إذا كان ما عندك الضمانات إنه أنت إذا كنت دخلت في تقاضي. حاليا الشركات اللي بتجي مع الأسف الشديد بتطلب دائما إذا كان في خلاف محكمة في باريس، ما في آلية فضل نزاع، لا آلية فضل نزاع ما في، وهم بيفضلوا لأن في 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 الاتفاقية بقول لك اختار مكان اللي فيه نزاع، بيختاروا باريس طوالي، ودي ما عندنا ناس كفاية يعرفوا القوانين بنخسر القضية. 90% من القضايا اللي ودوه وديناها في في باريس التشات خسرتها بسبب عدم وجود ناس أكفاء بيتقاضوا. في ناس ما يهمهم شات تكسب ما تكسب، المهم هو يكسب حنا في العقد. أنت العقد ده لما أنت تكتبه لازم تعرف تقول من يشرع عليه. عندك في أبيجان، عندك السيسجيا مجلس المحكمة الأفريقية بالنسبة للفضل الأفريقية للنزاعات في المجال التجاري والمعاملات. يا أخي الناس بيقولوا لا ما في داعي، ما عندنا ثقة فيهم. يجب تسهيل الإجراءات للشركات الأجنبية عشان تقدر تستثمر. تنظيف الإجراءات وزي ما قلنا نرجع تاني للإنسان البشري، يجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. جميل. يجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، دي الكلمة التي ختمنا بها هذه الحلقة من برنامج قضية الحوار. القضايا موجودة كثيرة جدا، الأسئلة موجودة كثيرة، الأزمة المالية هي بقدر حجمها بقدر حجم الأسئلة اللي موجودة. نحن ما زلنا في بداية الحلقات أو في بداية الأزمة نتكلم عن الأسباب الأزمة وكيفية الحلول وكيفية الخروج منها. إن شاء الله سنخصص حلقات آخرة نستضيف ضيوف آخرين أيضا من أصحاب الاختصاص في مجال الاقتصاد في مجال المالية، نتحدث عن الأزمة الاقتصادية كيف يمكن الخروج منها. وبالفعل أيضا كما قلنا بالأمس لكل داء دواء، مرض كما عند دواء كما فيه. إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي فيها وهما الدكتور أحمد جدة البشير محاضر بجامعة الملك فيصل. شكرا دكتور. كما نشكر الدكتور ناصر النائي وأول بروف ناصر النائي محاضر بجامعة أنجمينة. شكرا دكتور. بارك الله فيك. شكرا. أشكركم لحسن المتابعة وسنلتقي معكم بمشيئة الله في الحلقة المقبلة من برنامج قضية للحوار، وإلى ذلك الحين استودعكم الله ودمتم في رعايته.